طيب السلام عليكم. انا مش حابين ان شحيكم، وانا مش جاي اخذ حلو، انا جاي اخذ فنجان قهوه. بس خلينا نقعد شوي نحكي. بدنا نحكي بس في غلطه صغيره لتعديل التفكير. الناس اللي ما بينزل وزنها والناس اللي عندها مشاكل في الوزن، مشكلتك ليست قوه اراده، شيلوا هالفكره من راسكم. الناس اللي عندها صحة ووزن وبتاكل كثير، مشكلتها ليست قوة إرادة. طب شو المشكلة دكتور؟ المشكلة هي غياب الاستراتيجية في وجود المحفز. يعني الأكل محفز، هاي مليان حلويات مشكل. هل الموضوع موضوع قوة إرادة؟ طب ما أنت بتشوف، أنا بجيني ناس ناجح جدا في مجال عمله ومنضبط انضباط شديد وعنده قوة إرادة ورجل أعمال ووحدة بتربي أولادها ومربيتهم أحسن تربية، أخلاقها روعة ومتدينة وملتزمة. يعني هلأ هي عارفة أو هو عارف يلتزم في كل شيء وعنده قوة إرادة في كل شيء إلا موضوع الأكل. هاي هي المشكلة الكبيرة، إنه نحن مش فاهمين. إذا أردت أن تحافظ على وزنك، المشكلة دائما تأتي من الاستمرارية. كلياتنا بنعرف كيف نعمل دايت وكيف نبطل ناكل حلويات، ولكن المشكلة كيف نستمر. ما هي الاستراتيجية اللي بتستخدمها لما بيكون عندك محفز؟ يعني لما أنا بشوف الحلويات، أول شغلة في شغلة بيسموها الحديث الطفولي، اللي هو أنت بتبلش تحكي مع نفسك بشكل طفولي. يعني بصير تحكي يا سلام، آخ أنا والله بستاهل، ما بقدر، هذا نوعي المفضل، بقدرش إلا لازم آكل. إحنا عم نحكي على موضوع سايكولوجي، مش موضوع، إحنا مش قاعدين هون ندردش، إحنا عم نحكي على موضوع عميق جدا. في مشاكل كتير، أحد هاي المشاكل الحديث الطفولي، كيف تحكي مع حالك لما بتشوف المحفز. أحد المشاكل الأخرى الكبيرة موضوع أنا بسميه خربانة، اللي هو نحن ما بنعرف نسيطر على نفسنا من جلد الذات. فبالتالي إذا غلطت وأكلت قطعة حلوة، معناها خلص خرب الدايت وأنا مش تبع دايت وخسرت الدايت اليوم كله، فبروح بخربها، بروح باكل طول اليوم. على كل أحوال، في كثير أنواع وفي كثير أسباب نفسية لموضوع ليش الناس ما بتخسر وزنها وليش ما بتحافظ على جسمها. رح نحكي في كل هالمواضيع إن شاء الله من خلال تدريبنا القادم. سيكولوجية الصحة والجمال، لأنه هذا الموضوع كله عبارة عن سيكولوجي. اللي حلو عندي بجوز ما يكونش حلو عندك. فرح نحكي في شغلات عميقة، ورح نحكي في أنواع جديدة من الدايت أهميتها، ورح ندخل في أعماقها ونفهم إنه موضوع الرشاقة لا يعتمد على قوة الإرادة، يعتمد على طريقة التفكير ووضع استراتيجيات في وجود المحفز. إلى أن نلتقي، يعطيكم ألف عافية، وإن شاء الله صباحكم صباح خير وصباح سعيد. اللي حابب يسجل لا يتأخر، لأنه نحن حنبدأ بعد 10 أيام من الآن الكورس. فباقي 10 أيام وسنغلق باب التسجيل. رح نحط كل شيء يخص التسجيل في أعلى الفيديو، وبالنسبة لليوتيوب في وصف الفيديو. إلى أن نلتقي، السلام عليكم.